فالبيئة الصالحة تحقق للإنسان التقوى، ورمضان فيه بيئة صالحة، ترون فيه إقبال الناس على المساجد وإقبالهم على الصدقات وإقبالهم على القرآن وإقبالهم على الذكر والاستغفار والدعاء، وترون فيه كثيرا من الذين لم تكونوا تشهدونهم في المساجد يحضرون الصلوات يأتون إليها، ترون فيه اتساعا في الوقت، كثير من النساء الآن يشتكين من أن الوقت ضيق وأن النهار يبدأ من الصباح وما هو إلا فجأة حتى ينتهي، لكن في رمضان يبارك الوقت وكأنه يمدد فيه، ولذلك هو بيئة صالحة للتعود على التقوى ولتعلمه. كذلك فإن كثيرا من الناس في الأشهر الأخرى غير رمضان يصعب عليهم أن يصبروا على التعلم الذي يدلهم على الله ويقربهم إليه ويقتضي منهم مخافته وخشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا يجدون متسعا في الوقت لأن يكونوا من العلماء. والعلماء معناه كل من عرف الله سبحانه وتعالى، كل من وصل إلى معرفة الله فهو من العلماء الذين استشهدهم الله على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقد قال ابن حجر رحمه الله: لا يقصد بالعلماء في آية فاطر خصوص العلماء في الاصطلاح، بل إنما يقصد بذلك كل من عرف الله لأنهم الذين يخشونه. ولهذا فإن آية البينة حصرت الجنة على الذين يخشون الله، وآية فاطر حصرت الخشية على العلماء. الله قال في آية البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. معنى الجنة لمن خشي ربه، لا تكون إلا لمن خشي ربه. وآية فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمعناه أن الخشية مقصورة على العلماء والجنة مقصورة على أهل الخشية. فعلم أنه لا يقصد بالعلماء العلماء في الاصطلاح، وإنما يقصد بهم كل من عرف الله سبحانه وتعالى وخشيه وخافه. وهذه بيئة صالحة في رمضان تقتضي من الإنسان أن يتعلم، فتجدون كثيرا من الناس وإن كانوا مشغولين في غير رمضان، في رمضان يحضرون الدروس ويسمعونها ويتابعون القنوات الصالحة ويسمعون فيها البرامج النافعة، ويحرصون على أن يزدادوا كل يوم من علما، وأن يزدادوا كل يوم من إيمانا، وأن يزدادوا كل يوم من يقينا. فهذا الإيمان يحتاج صاحبه أيضا إلى أمرين: الأمر الأول الاحتساب، معنى أن يكون هذا الإيمان مربوطا باحتساب، أن يحتسب الثواب عند الله، وأن يعرف الأجر المرتب على العمل، وأن يلتمسه عند الله كأنه قرض عند الله سبحانه وتعالى يريد جزاءه. هذا زائد على أصل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال: ومن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كثير من الناس يصوم رمضان إيمانا، لكن الاحتساب زائد على ذلك، قليل من يجمع فيه بين الإيمان والاحتساب. كذلك في قيامه، كذلك في قيام ليلة القدر والتماسها، فلا بد أن يجمع الإنسان مع الإيمان والاحتساب. ثم الأمر الثالث بعد ذلك اليقين، واليقين هو الذي يقتضي رسوخ الإيمان وثبات عقده في القلوب، بحيث لا يشك الإنسان وتنزل السكينة في قلبه، كما أجاز الله بذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عندما بايعوه تحت الشجرة على الموت، فقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، سكنت قلوبهم من الإيمان، فكتب الإيمان في قلوبهم، ذلك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كتب الإيمان منقوش في قلوبهم، لا يمكن أن يحال من الأحوال. اليقين يمكن أن يحصل عليه الإنسان بما يريه الله من ملكوته
فالله له الملك وهو بالظاهر وهو الجبر والقهر، فنحن نرى أنه لا يستطيع ملك من الملوك ولا جبار من الجبابرة أن يمتنع عن الموت إذا جاء وقت أجله، وأن الجبار قهر العباد بالموت، ونرى أنه قهرهم أيضا حتى بالرزق لا يستغنون عن المشرب والمأكل، قهرهم حتى بالنوم، أن لهم وقتا يحتاجون فيه إلى إسلام نفوسهم لله إلى النوم. هذا القهر والجبروت وهو في عالم الملك الذي نراه، لكن لله عالم آخر لا يطلع عليه إلا أهل القلوب، وهو عالم الملكوت. عالم الملكوت في الخفيات فيه أسرار عوالم كبيرة جدا، منها غيوب في السماوات والأرض. هذا عالم الملكوت من رأى منه ما يثبته يستقر اليقين في صدره، كما امتن الله بذلك على خليله إبراهيم، فقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإبراهيم كان من الموقنين عندما أراه الله ملكوت السماوات والأرض، حتى طريقة إحياء الموتى قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، أراد اليقين. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتي لك سعيا. فحصل إبراهيم على هذا المطلوب الذي هو اليقين. هذا اليقين رمضان أيضا فرصة لتحقيقه، فنحن نشاهد من عالم الملكوت أشياء عجيبة في رمضان. نحن نعلم أنه توصد فيه أبواب النار، كل الشرور التي تقع في الأرض بما فيها الأمراض والبرد والحر والفتن كلها من جهنم، الشر كله مصدره جهنم عائذا بالله منها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، وذلك أشد ما يكون الحر والبرد، أشد ما يكون الحر والبرد من أنفاس جهنم، نفس الشتاء ونفس الصيف. وهكذا كل الأمراض وكل الأوبئة، كل هذه الأمراض التي يشكوها الخلائق جاءت من جهنم، مصدرها الأصلي جهنم. هذه النار توصد أبوابها في رمضان. هذا الدعاء الذي نرفعه كثيرا ما يرد دون السماء، فيرد بسبب ذنوب سلفت، أو بسبب تقصير أو ضعف في أجنحته، أجنحة الدعاء ارتفعت به إلى مستوى معين وهو القدر المأذون به، ثم تراجع لأن الدفع ضعيف. لكن إذا كان الدفع قويا ينطلق الدعاء فلا يرده إلا ساق العرش. هذا الدعاء الذي يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى تفتح له أبواب السماء، فأبواب السماوات مفتاحها دعوات مستجابات، الدعوات المستجابات هي مفاتيح أبواب السماوات. هذا الشهر الكريم شهر رمضان تفتح فيه أبواب السماوات السبع. لماذا؟ لاستجابة الدعاء، ليصعد الدعاء إلى الله جل جلاله. أبواب الجنة الثمانية، وقد سمعتم في ما قرأ الشيخ محمد في خواتم سورة الزمر وصفها، هذه الأبواب تفتح في رمضان، فيتنافس المشتاقون إلى جنات النعيم، المشتاقون إلى جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، المشتاقون إلى جوار الله، المشتاقون إلى ما هنالك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه منازل المشتاقين، هذه نفحات الجنة، هذه النفحات التي يطلبها كل مشتاق. أيا جبلي نعمان بالله، خل يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، أجد بردها وتشفي مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها، فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها. يا حبذا ساكن الريان من جبل، يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. هذه النفحات نفحات الجنة في رمضان، هذه النفحات
سبحان الله قد يكون الإنسان نائما في وقتها فتأتي النفحة فتصل إلى منافسه فيصل إليه من روح الجنة ما لا يشعر به فيجد طاقة وقوة للعبادة وانطلاقا في الطاعات. هذه النفحات التي تأتي من أبواب الجنة هي تقسم تقسيما وليست خبطة عشواء كما يتوهمه المتوهمون، وإنما هي تقسيم من الله سبحانه وتعالى بين عباده. هذا الشهر الكريم يستطيع فيه المؤمن والمؤمنة أن يرتقي في التقوى إلى منازل السائرين الجادين، وهم ينزلون هذه المنازل بين مقامي إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فهم يتعبدون إليه سبحانه وتعالى ويخصونه بالعبادة ويبادرون به إلى الطاعة ويخلصون لله فيها، وإياك نستعين يستعينون به على ما قصروا فيه وعلى ما ضعفوا عنهم، وهم مجتهدون في هذا السير في أيامهم ولياليهم يبادرون الموت وانقضاء الأجل أو انقضاء الشهر قبل ذلك، فلذلك يحرصون التقوى ويتعودون على هذه المنازل في هذا الشهر الكريم، فيكون الشهر زادا لهم طيلة العام ويكون دورة متكاملة في التقوى. لا يحصل ذلك طبعا لكل المؤمنين والمؤمنات، ولا يحصل كما يعيش سائر الشهور، يذهب إلى السوق في الصباح وإلى العمل ويأتي في المساء إلى بيته ويبيت سائرا فيما كان يسهر فيه من اللعب واللهو. هؤلاء ليسوا من أهل رمضان وليسوا من أهل هذه الدورة، ولا هم مؤهلون أصلا للمسابقة، ليسوا أهلا لتقديم الملفات للمسابقة. آخرون يشعرون بالفرق بين رمضان وغيره، ولكنهم يغلبهم ما كانوا يعيشونه وما هم فيه من البيئة في بداية الشهر، فإذا أقبلت العشر الأواخر جدوا مع الجادين واعتكفوا وانقطعوا. آخرون يدركون الفرق ولذلك تكون مبادرتهم أسرع فيسارعون في النصف من رمضان، يدركون أنه قد أوشك على النهاية ووقف بثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، فيبادرون إلى الدراك ما أدركوا منه كبقية العمر، كما قال الحكيم: بقية العمر عندي ما لها ثمن ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. وآخرون أدركوا فضل رمضان وأدركوا أنه فرصة للتقوى وليتعودوا على ذلك، وأنهم قد لا يدركون رمضان القادم، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فشدوا العزم والعزيمة من شعبان، هيئوا أنفسهم من الآن، تهيئوا للصيام والقيام والعمل الصالح، ووطنوا نفوسهم على ذلك بالتوبة النصوح والإقبال على الله سبحانه وتعالى، وهيئوا مشاريعهم التي يهيئونها لهذا الموسم العظيم، مثل ما لو قيل إن موسما معينا سيفتح للسوق فتباع فيه البضائع كلها، فيهيئ الإنسان بضاعته ويزين أحسن ما لديه وأحسن ما يمكن أن ينافس به في السوق، فكذلك أهل الله الآن يهيئون بضاعتهم لرمضان ويتهيئون لهذا الموسم العظيم، يهيئون أنفسهم بالعزائم وقوتها، لا يمكن أن يغلبهم النوم ولا يمكن أن يغلبهم الهوى ولا يمكن أن تغلبهم البيئة الفاسدة ولا يمكن أن يغلبهم غالب أي كان من شؤون حياتهم، لأنهم يعرفون أن الفرصة عظيمة وأنها إذا ضاعت لا يمكن ادراكها. فمن غبن في هذا الشهر فقد غبن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. فهذه الليلة العظيمة من حرمها فقد حرم، فكذلك هذا الشهر كله نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وأن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وأن يعيده علينا سنين كثيرة وأن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يجعلنا من الموقنين.